ايه النور ده؟ سلامات يا شيخ مرع. سلام ولا كلام. من خلقاتك وسيب الارض هاد. ارض ايه اللي سيبها؟ انا قعدت مع الشيخ سالم واتفقنا. ما انت كنت قاعد. اخويا سالم الحوض اليمين واني الحوض الشمال. الارض هاد الحوض الشمال اللي يخصني. نعم يا روح امك. شمال ايه ويمين ايه؟ انا ليا منك ولا من اخوك؟ كل واحد يجي لي شويه نط عليا يا طابونه. بقول لك ايه؟ الارض دي تخصني انا وملك انا، واللي هيجي هنا هتفروا فيها. خلي بالك حذرناك كتير. اولها ادينا لك الصوت، تانيها ضربنا الطلق في الهواء، تالته انا ان شاء الله عزرائيل. التالته سبت. اتكل على الله من هنا ما اشوفش وشك. اتكل على الله. كله تمام علي؟ كله تمام يا ريس، كله تمام. طب هات يا حبيبي الورق عشان امضيه له. اتغديت يا علي؟ لا الحمد لله الحمد لله. انت بخيل ولا ايه؟ لا مش حكايه بخيل ولا حاجه، بس انا يعني ماليش في الاكل قوي. مالكش في الاكل؟ طب طالما مالكش في الاكل بقى اركن العربيه وتعالى اتغدى معايا. امسك. انا ماليش في الاكل. ايه كده هخلصها واكيد هبقى عايز اشوف الكادلي. لما ترجع بالسلامه بنبقى بنشوف ان شاء الله. كويسه صابرين؟ كويسه الحمد لله. ابقى طمني عليك وركز في السواق. بجد يا حبيبتي. سلام سلام يا دل. بسلمي لي على همي بقى. سلام يا حبيبتي. انا ده مش متعرف ايه عندك وعدل يا عم. ايه عندك وعدل يا عم؟ نقله من العبيطه ده. خرب بيتك. انا فرعون الطريق يا حمار. والنبي اللي خليك عيل بتكون على الطريق مرمي. ماشي. إلا بعد عداوة. ربنا يدين المعروف يا ريس. أنت منين علي؟ أنا من القلعة يا ريس. أحسن ناس. لا أنا بتكلم منين أصلاً يعني. أصلاً
من القلعة برضه يا ريس. برضه؟ أنت بتشم من إمتى يا علي؟ مش عارفة أعمل حاجة. حاسة إني متأيدة. ما هو طبيعي اللي أنت فيه ده يا هند. يس ناتورال. طبيعي إزاي يعني؟ يعني انت عايشه معظم حياتك لوحدك، مفيش حد جنبك، حتى لما جيتي تتجوزي مفيش حد من اخواتك كان جنبك، فطبيعي جدا اللي انت فيه ده. ايوه سلمان، بس انا اتعودت على الوحده. وعشان كده اول ما تلاقيهم قدامك كلهم طبيعي انك تبقي مش عارفه انت عايزه تعمل ايه، حاسة بالمسؤولية، عاوزة تعوضي كل اللي فات، وخايفة ان الموضوع يبوظ منك تاني، فبتحاولي انك تتحكمي بيهم، تخليهم يعملوا اللي انت عايزاه، وده غلط عليكي وعليهم. عشان تخلصي من الخوف اللي انت فيه ده لازم تسمعي لهم شوية، وتعرفي برضو هم عاوزين ايه، تتبسطي بيهم مش كده ولا ايه؟ معاك حق. عدو هنا! عدو! أنا خارج وراجع على طول، مش عايز حد يقرب ناحية الضاعة نهائي، مفهوم؟ بص يا بيجو. ايه يا باشا؟ عازم تكرم الطفل اللي عندك كرم قوي لحد ما يعيط بالكرم. بس كده؟ ما تقلقش يا باشا، ليك عليا اموتهولك كرم. لا لا بس اوعى تموته بجد، لا ده عزيز عليا قوي، واحسبك مضمون يا بيجو. الناس لازم ترجع للحق وتعرف ان كلنا زي بعض، وان مفيش واسطه ما بيننا وما بين ربنا خالص. بالظبط. المجامات اللي الناس قاعده بتعملها في كل حته، زي مجامع فلان الفلاني ومجامع علان العلاني، كلتها بدع ملهاش لازمه. كلنا واحد، الاصنام دي المفروض تتكسر، ما ينفعش نعمل صنم لحد، اي مقام لازم يتكسر، اي مولد لازم يتدمر. عايزين الناس ترجع للاصول، لازم نهد كل الاصنام اللي جوه الناس ولو بالقتل. الو، ايوه مين؟ ايوه فن، العربيه والكونتينر بتوع الشركه بتاعتي. ايه على الطريق؟ على الطريق يا فندم؟ لا 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 انا جاي حالا. انت لا تعرفني ولا اعرفك. طب بتعملوا فيها كده ليه؟ ها؟ بتعملوا فيها كده ليه؟ ده بالنسبه لي شغلانه بقبض عليها فلوس وبس. مين اللي وزك عليا؟ هتعرف بعدين. سلام.